فتعال نكمل قراية الروح تبعه. Special beings have special، المخلوقات المميزة في إلى أرواح خاصة فيها. كويلاغ تحتوي خاصية الكيوس، الفوضى. فينك تستخدمها لحتى تاخذ كثير أرواح، بس فينك تستخدمها لتصنع سلاح. السلاح طبعا بده يكون سلاح كيوس. هاي المنطقة فيها سيكريت كثير كمان ناس ما لقيته، بس راح فرجيكم اياه. حاليا هاد الجرس اللي نحن المفروض ندقه. ما بعرف اذا شايفين الصورة هيك عتمة ولا لا، اذا عتمة قولوا لي مشان ضوية شوي. هلا هيك بنكون دقينا الجرسين. في ناس فكرت هون نهاية الجيم، بس الصح انه هو قالوا دقوا الجرسين لحتى ينكشف لكم مصير الانديد. هذا الشيء فتح لنا الباب يلي كان واقف جنبه النايت اوف كاتارينا، هذا اللي شكله مثل البصلي اللي كان عم يحاول انه يفتحه. ملاحظين في عملاق فتح هذا الباب. فك الجويستيك طبعا. راح فرجيكم هذا العملاق، لازم نضلنا مذكرينه. اوكي اشتغلت تمام. راح ننزل من هون. في عنا بوم فاير تحت، بس في شيء تاني هون، في سيكريت. بتيجوا بتلاقوا هذا واقف بوجهكم. في واحد يوتيوبر معروف اسمه كريستوفر اود، اول ما شافوا قوسوا، الناس تضايقت منه كثير. هذا الشخص بتحكى، انت واحد من الخدم الجداد؟ فبتقول له يس. اذا قلت له نو ما بيخليك تمر. ما عندكم بيض. اوكي فبدي انا نفوت ونحكي لهاي. هدول خدم هاي. في شغلي اول شيء ملاحظين انه هاي مثل هديك اللي فوق. ثاني شغلي اذا حكيناها هلا بتشوفوا شو بصير. رح نشعل البوم فاير ونقعد عندها. هي اذا ملاحظين اول شيء البوم فاير شغاله لحالها من دون اي شيء. ثاني شيء وقت اللي قعدنا عليها زائد 10. ليش؟ صار عندنا استس فلاسك 10. بوم فاير العادية لا، ليش؟ لأنه في عندكم فاير كيبر، الفاير كيبر هي اللي بتخلي النار دائما تعطيكم 10 استس. بس هاي الفاير كيبر معناتها المقصود إنه هاي معناتها فاير كيبر، هي مانا أوب 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 فصلت الجويستيك. هاي فاير كيبر مانا شخص سيء. أوكي؟ إذا حكيتوها ما بتسمعوا شيء، رح نطلع بحط لك نقط. بس اذا حطيت هذا الخاتم الاولد ويتش الساحر القديم. هاي اختها لكويلاغ. قدرت تحكينا لانه احنا الوحيدين اللي بنقدر نحكيها بوجود هذا الخاتم. عم تقولكم انه البيض ما عاد عم يتحرك وهي خايفان انه يكون تأخرنا. عم تحكيها طبعا لأختها. طبعا هي عمياء هاي وقصتها حزينة، يعني هي مفكرة انه عم يحكيها اختها. هلا طبعا نحن هلا قتلنا اختها برا، مبالا انه نحن عم تحكي اختها لانه عم نقدر نسمعها نفهمها بالخاتم. فعم تقول لها انه اتس اوكي، يعني راح اكون اوكي بس المهم اهتمي بحالي كويس. طبعا نحن قتلناهم. عم تقول انه انا راح اكون اوكي لانه عندي اياكي. Promise me that you will take care of yourself.
اوكي يلي عم يصير انه اللي عم يصير انه هاي لما صار ينتشر الوباء هاي كتير حست بشكل بشيء كتير سيء، بينما اختها ما كتير هي لان انا والجويستيك هاي حست بكتير شيء سيء، بس اختها ما كتير عادي. فهدول الخدم هدول البشر اللي كانوا بالمنطقة هي ساعدتها لا هي صارت بدها تساعدهم لهدول البشر، حست بالمسؤوليه انه هن كانوا المسؤولين بالتجارب اللي عم يعملوها بتحول هدول هيك ومرضهم وتعاستهم، فهاي قررت انها هي تمتص الدم عفوا تمتص الوباء يلي صار بجواتها، فهي بتمتصه وهذا الشيء بيموتها. فاللي بصير انه اختها بتصير تطلع وتصطاد بتاخذ بشر بتاخذ منهم الهيومانيتي بتقتلهم، بتاخذ الهيومانيتي لاي حدا بيحاول يفوت للمنطقه تعطيها لأختها مشان تقدر تخليها تضل عايشة، وأختها بتضل بدورها عم تحاول تسحب الوباء من هذولي. طبعا انت لما بتحكيها انه ما بتهتم فيه ما انا كتير متوجعة فاذا دخلتوا الكوفيننت تاخذوا منه بايرومانسي جريت كاوس فاير بول. اوكي فينكم تعملوا شغلي انكم تحكوها وتقدموا له هيومانيتي، تعطوها هيومانيتي، اذا اعطيتوها الهيومانيتي بتأول كوفيننت المفروض بتأول المجموعه اللي انت عم تلعبوا معاهم هون بالنسبه لهدول. فاذا عملتوا هذا الشيء عمليا انتم عم تطببوها لهي، فبتغير شوي الحكي تبعها، ومع الوقت هذا الشيء كتير اساسي اذا عملناه ممكن يزبط لنا واحده من جزء من اجزاء القصه تبع واحده من الشخصيات اللي هو سولير. عم يهددني اذا بتمد ايدك عليا بدي هاي. اذا عملت موديفاي اكويبمنت المفروض يكون عندكم الكف تبع النار بنقدر انه نحن نقويه عند هذا. يعني تعمل بيرتشيس ايتم بتاخذه من عندهم سيرفنت روستر، هذا بفرجيكم السيرفنتس تبع الدوترز اوف كايوس اللي هن هذول الكوفيننت. البايرومانسر انا ماني عارفان الصراحه اذا رحت لعنده هلا بدي اروح، كان المفروض اروح على البيز وحكي بس انا ما رحت، فاذا رحت وحكيته المفروض انه بما انه معي هاي الفاير نوع من انواع الفليمز اذا بما انه معي اياها يمكن يضطر يجي لهي المنطقه لحاله، بس ممكن ما انا مضطرين يعني هلا نعملها، بس بدي اشوف هل بيحكيني وفورا بيترك المكان ولا لا. شايفين هون فينا نشعل البونفاير ومن تحت من هون هاي المنطقة كلياتها نار، ففينا اصلا نحن نجي لهون وناخذ شيء رح فرجيكم اياه شو هو. في هون شايفين هذا الفوق جيت اللي هو الشيء اللي رح نروح له، في هونيك بوس في له طريقة لقتاله فينكم تقاتلوه بشكل طبيعي، وانا قتلته دائما بشكل طبيعي ولا مرة عملت الشيء اللي رح فرجيكم اياه هلا، فبالنسبة لي رح اغير شكله واعمل هذا الشيء لانه تعلمته بعدين بعد ما قتلته لاول مرة، وباقي المرات يعني اول شيء اول مره غلطت فيها ببالي انه لازم يصير شيء معين او عملته بطريقه تانية، بس هالمره راح افرجيكم شو هو. اذا فتنا لهون راح نلاقي معي 20,000 يمكن كان لازم الاحسن نصرفهم بس اتس اوكي. طيب في عنا من هون شخص ضخم يمكن تتخيلوا هاي المملكة شلون كان شكلها قبل ما تصير فيها كل هاللافا والاشياء قبل ما يلوصوا بالنار يعملوا التجارب والاشياء. ففي عندكم هون طبعا اذا سميناه شخص هو هاد، هذا حاليا ما بيقول لكم شو هو، هو اسمه سيزلس ديسشارج، هو واحد من ابناء للكايوس سويتش.
فاللي بصير انه هو بتشوه، بينولد مشوه، وفي عنده شغله انه بضل بيطالع النار من جسمه. فامه بتعطيه خاتم، بتصنع له خاتم، هذا الخاتم بيمنعه، بيخليه ما يطالع كتير نار من جسمه، ما يطلع مش ما يعني ما كتير يطالع لافا واشياء منه. فاذا عمل هذا الشيء، اذا عمل هذا عفوا اذا لبس هذا الخاتم بصير شبه طبيعي. بس وقع منه الخاتم وفي مخلوق من المخلوقات اخذه، ببقى افرجيكم اياه بعدين. هاد لما صار فيه هذا الموضوع هاد لما صار فيه هذا الموضوع صار يتوجع ويتألم ويطالع منه هذا السوائل اللي شايفينها تحت كذا. وكانوا يهتموا فيه اخواته، هو اذا جينا لهون بلحظة ما بيعمل لي اي شيء ولا شيء. فاذا قربت وهون هذا قبر اخته، جود لك، هذا قبر اخته، اذا اجينا واخذنا منه الشيء اللي محطوط عليه هذا رح يشتغل ورح يحاول يقتلنا لانه نحن عم نسرق قبر اخته. فاذا اخذناه فورا اشتغلت الموسيقى. شايفين كتب لكم سيزلس ديسشارج. اوه ضرب وحدي للاسف ما اشتغلت الشغله. بضربي وحدي قتلني. لو اني مزود شوي الاتش بي تبعي كان ممكن اتحمل الضربي، كان فيني حتى احط الدرع الثاني اللي هو شوي مضاد للنار، هذا اللي راح اعمله هلا، اللي هو اي واحد كان احسن واحد ضد النار. للاسف انه احسن واحد ضد النار هو بس بصوت 65، هو تبعي اللي بايدي اثنين لا هاد 75، بس هذا 72 هذا اخف. اتس اوكي خلينا على هاد. وهلا ما راح احاول صد الضربه تبعيته، انا مبالي اتجنبها بس صراحه ما شفتها لانه كانت فوقي، لانه كتير قريب مني. يلي بصير هلا اللي راح اعمله، راح افوت لنفس المنطقه، ارقد لنفس الاتجاه، روح لعند القبر ورد ارجع. يفضل كاني اعمل هذا الشيء من اول مره اني فوت اخذ الايتم واهرب فورا، اسهل هذا الشيء. بس بما انه ما صار هذا الواقع، اذا شوي صغير كنت مزود الاتش بي كان بكون احسن. وللاسف السولز تبعي محطوطين هلا بمكان صعب اني اخذه. نجرب على كله طبب، بس اتس اوكي منيح اللي متت هون مشان فرجيكم في حال ما زبطت معكم مثل ما صار معي من اول مره شو اللي بصير. وانا هاي اذا اشتغلت معي هذا. على كل الاحوال هو ما هذا وقته، ما هلا وقت انك تقاتله لهذا البوس. هذا البوس كتير دامجو عالي، بيطلب منك تعمل عليه دامج عالي كتير، بدك تعمل عليه دوجينج كتير، بيكون عندك سلاح يصد النار بنسبة 100%. للأسف هذا الشيء لسه ما عنا يا نحنا. هذا هلا بده يضرب هون. اوكي تجنبته. إذا رحت لنفس الاتجاه اللي كان فيه المفروض روحي تكون بهالمكان. عم يعمل شيء هو وراي، انا ما بعرف شو هو، فدعبلت لحل الاحتياط. بنروح لعند مكان قبر اخته مره ثانيه بحيث انه يرد يرجع يعمل نفس الافكت. ما بعرف صراحه اذا راح يمشي حاله ولا لا، لانه واقف مكان ما كتير مناسب. اوكي 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 يضرب قتلني. هاي المشكلة لما تكون طاقتك قليلة. هو المفروض انك تروح لعند القبر تقدر تتجنبه لهاي المنطقة وترجع له. انا على الاغلب رح اقص هذا المقطع لانه هو مجرد ركض، وفرجيكم وين لازم تروح وين لازم ترجع. بدي يضرب هلا هون. شيت راحت السولز، كانوا هون السولز قدامي. هون لبست التياب تبع اخته ورحت لعنده. ف وما رح يصير الموضوع، بس هي شوي بتعطي فاير ديفنس اعلى. قلت لحالي يمكن اذا في طريقه اني صد شوي الدامج اللي بيعمله بيكون عن طريق الدرع هاد. يا
يعني هلأ هون ما ضربني بنوب من هالحظ التعيس. بدي يضرب اب او بدي يضرب او ضرب بس مدري ايش ضرب هنيك. اوكي بنرجع لعند قبر اخته نخليه يجي لهون. رجعت وصديت الضربة بس مع هالشي لا صد الضربة ولا عمل نار وما صابني اصلا. شفت الضربة وين كانت. تعامل طبعا ضربة بصدها وضربة ما بصدها ما بعرف الصراحة ليش يعني. اوب فتل الشاشة مثل هاي شي. اوف اوكي حاولت اطلع حالي بنتجنبه. المفروض يمشي حال اذا جينا من هون. المطلوب اني انا اروح اركض ووصل لعند محل الفوق وول تبع هاي المنطقة. للأسف إنه خسرنا 20,000 ونحن عم نعمل هالشغلة بس اتس اوكي يعني مع الوقت بتلاقوا إنه السولز ما كتير كتير مهمة. واتا رح يضرب. تجنبتها شفتوها تجنبتها بس ما استفدت شيء. وبيعمل كل الحركات السيئة ضدك. مثلا هلا هون المفروض هو انه ما يضرب، المفروض هو انه يجي لهي المنطقة يمشي لعندي وصل لهذا المكان ينزل لعند الدرج ويكمل نزل لعند الدرج. بس شايفين هون هون يختار انه ما يعمل هذا الشيء. بس ما صابني فيها مثلا هاي كمان من الحظ. صابني بس ما قتلني كمان هذا حظ. المفروض لما بطالع هذا الصوت هو انه بده يضرب. شت خليني اجيبه لاخرة الخريطة مثل ما حاولنا. المفروض لما بتقاتله بشكل طبيعي شفتوا هاي الحركة اللي هلا عملها؟ هذا الوقت اللي تختار انك تضرب فيه انت. هو بيضرب. شت ما صابني. اوكي. وقت اللي بيضرب هاي الضربة المفروض انه إذا ما صابك إيده توقع لتحت، وإذا وقعت لتحت إنك تضرب له إيده. هاي طريقة القتال الطبيعية. أحيانا بتكون أسهل من هذا اللي عم بعمله أنا، وأحيانا بتكون أصعب حسب أنت وحظك. أوكي مرة تانية ما قتلني. هون شايفين بيوقع. هو متعلق هلا بايده بس ضربت له ايده عدد معين من الضربات ما في داعي تعمل عليه دامج كثير. بيوقع على حاله بيموت. شايفين طفلت ايده بيوقع لتحت بالحفره بيموت. There you go. Yes. عملت شغله جديده. لانه مات هو السبب كان اللي عم طالع فيه هاي
اللافا كلياتها بالمنطقة بما انه مات، فهذا الشيء بيخلي اللافا توقف تنشف، فبصير في عندكم اماكن تمشوا فيها. هذا الشيء بيخليكم تقدروا تنزلوا للمنطقة اللي تحت. المنطقة اللي تحت اسمها الديمون روينز، اللي هي اثار الشياطين او الديمونز، ما بعرف شو بدك تسميهم. اخذنا 20,000، يعني نفترض انه نحن ما متنا. ف هذا الشيء بيفتح لكم هذا المجال. صار فينا ننزل لتحت. هلا انا ما راح انزل لتحت طبعا، ممكن اني انزل اخذ لي شيء ايتم او ايتمين من هون. شايفين هلا هدول؟ قلت لكم انه راح يصيروا البوسز هذوليك انهم عباره عن انميز عاديين. اذا ملاحظين هونيك في انميز وهون في انميز، هدول كلياتهم هن نفس البوسز اللي قتلناهم نحن باماكن من الهاي. هدول بيقاتلوكم على كل الاحوال، بيضربوا عليكم اشياء، فلا تقتلوهم. متى ما قتلتوهم متى ما قلت لكم طلع منهم ديدان واشياء، وهالشيء يعني غير انه مقرف وشيء مزعج وممكن يسبب لكم شيء ما تصلحوا فيه. طيب نرجع نطلع لفوق، وهلا طريقنا باتجاه المنطقه الثانيه. طريقنا باتجاه الشجرة التري. هلا نحن مثل ما قلنا دقينا الجرس، هذا اللي هون هو طريق مختصر، هذا هذا اللي هون هو طريق مختصر، هذا اليفيتر ممكن نحن نستخدمه ونطلع فيه. بس انا حاليا اللي راح اعمله اني راح احط الخاتم هذا، وراح ارجع احط الخاتم تبع الويتش، ولو انه ما له اي فائده هون، بس ولا نحط البلو تير ستون. خلاص بلو تير ستون، خاتم الويتش هو هذا شغلته. هلا اذا لاحظتوا نحن الثياب اللي اخذناه هون راح نقراه هون، لانه هدول اساسيات. اذا بترجعوا بتشوفوا هون بيكتب لكم عليهم، انا لابسهم هلا بس بدي اشيلهم. بيكتب لكم عليهم انه هذول ملبوسين من كانوا تلابستون كويلانا اوف ايزليث، هي وحده من اخواتهم، ماذر اوف بايرومانسي اند دوتر اوف كاوس. هي وحده من بنات الويتش اوف ايزليث، بس هاي كويلانا اسمها، وهي ام هي اللي اخترعت البايرومانسي. She wore this gold-hemmed black hood before even the Age of Fire, and it offers strong resistance versus fire, poison, and other perils. هذا الدرع منيح كتير ضد النار والبويزن وهيك أشياء. وفي شغلة أساسية، ويلانا المفروض إنه نضحين فيها وقاتلينا هونيك، وهي اللي اخترعت البايرومانسي اللي هي سحر النار، سحر النار الطبيعي. ففي كذا شغلة. أول شيء إنه بما انه كويلانا ميتي، ففينا نقول ممكن تكون هذا الشخص اللي قلت لكم عليه اللي زودنا البايرومانسي هاي تبع الفليم تبع الايد، زودناها بشكل كافي، بنقدر نشوف نحن شبح لقدام. هذاك الشبح اسمه ما بقول لكم شو اسمه، بس هو بيعلمكم بايرومانسي، فممكن تكون هي نفسها. في ناس تقول لكم لا هي ما ماتت، هذيك واحدة تانية من واحدة تانية من الاخوات، هاي مضحى فيها، بس هذيك ما حدا تاني من الاخوات، لكن ما بتقدر تشوفه لاي سبب من الاسباب. هلا انا بالنسبة لي القصة المنطقية اكثر انه هي فعلا ضحوا فيها وروحها ضلت تمشي، وهي لانه هن بيقولوا انه هي هربت. لما بتحكي هذاك اللي على ظهره بيض بقول لكم انه هي هربت، قدرت تهرب من الضرر اللي هي عاشت فيه، اللي صار وقت صار صارت اللعنة بالمنطقة. اثنين قدروا يهربوا، ثلاثة قدروا يهربوا، هي وكويلانا هي وكويلاغ هاي اللي قتلناها، والبنت هذيك البيضة كليا. فشلون هربت؟ هل هالشي معناها هربت وماتت؟ انا بالنسبة لي هذا المنطقة اكتر ان هي هربت فعلا، بس بعدها ماتت، قتلوا وضحوا فيها مشان يحتووا الوباء. طيب هلا اللي رح نعمله انه انا رح اجي لهون، اظن هون كان في شيء ماني متاكد صراحه، رح نسمم مثل العادي، بس اتس اوكي. لا اخذنا كل شيء نحن بهالمنطقه، اوكي. نشيله بالايدتين احسن. نروح على البوم فاير هون. لاحظين فرق الدامج؟ بدل ما يعمل دامج اربع ضربات يقتل الواحد، بيعمل دامج بضربتين يقتل فيه الواحد.
رح اروح اجيب الكلورانثي رينج لانه بالنسبة لي واحد من الخواتم اللي لازم تكون عندي اياها. واتشوت هالشي. روح على البون فاير. نعمل ريست. نعمل ليفل اب. نزود دكستريتي كمان. بدي اوصلها لل 40 45، بعدين نبلش نزود اشياء ثانيه.